واوعى تنسى ابدا صورة ذلك الجندي اللي قاعد بيبيع فلفل، شفته انت؟ اوعى تنساه، لان الصورة دي هي قاتلة وتضع خط فاصل بين ما كنا نعتبره إنسانية أو وطنية الجنرالات اللي كانوا دايما بيبعونا الوهم ده، الإله الجديد الذي قالوا الناس اعبدوه من دون الله، وطنية وطنية، وهي ليست كذلك، إنما الوطنية انتسابك للوطن، التزام. أنا الوطنية بالنسبة التزامك بالقانون والدستور بس، مالكش حاجة عندي، صح؟ هطلع أبيض أسود ده متعامش ده، دي الوطنية. مش إن أنا التزم بالعسكر ولا استأمنهم وهم خربينها. الصورة دي حطها بيكو وذكر نفسك بها، من الذي أوردهم هذه الموارد وأهلكهم هذه التهلكة؟ السيسي وضعه صعب. السيسي ده في يوم من الأيام اوعى تنسى جاب أسامة عسكر، صح ولا أنا غلطان؟ وقال له إيه؟ أسامة اللي حصل في سيناء ده مش عاوز يتكرر. حصل ولا لأ؟